من هناك ينضم إلينا مراسل الغد مينا حبيب. صباح الخير مينا، وما هي التفاصيل الموجودة لديك عن هذه البطولة؟ صباح الخير، أقف الآن في أكبر ساحة في العالم للرماية في مدينة مصر الرياضية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيف البطولة 31 في الرماية الأطباق المروحية. هذه البطولة تستضيفها مصر فترة من 11 وحتى 18 من أكتوبر الجاري بمشاركة 350 لاعب ورام ورامية من مختلف أنحاء العالم من 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا و إسبانيا وإنجلترا، وأيضا دول عربية مثل السعودية والإمارات وليبيا وسوريا والأردن. البطولة يعني تجمع عدد كبير من الرماة في مصر التي نجحت خلال الفترة الماضية في تنظيم عدد من البطولات الدولية والتي اكتسبت ثقة دولية في مجال تنظيم البطولات، ومن بينها هذه الرياضة التي تنظمها مصر الفترة للمرة الثانية في تاريخها. كما ذكرت الآن يعني تبدأ البطولة الرسمية التي منذ يومين كانت المنافسات الخاصة بالاستعدادات والتدريبات، والآن تبدأ البطولة الرسمية بمشاركة هؤلاء اللاعبين. يعني البطولة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة هي أول مرة يتم تنظيمها في العاصمة الإدارية الجديدة كما ذكرت. نعم، شكرا جزيلا لك مينا حبيب مراسل غد، كنت معنا من مقر انعقاد بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.